أهلا مشاهدينا، يستمر مدنا المباشر والحي عبر ظلال الأصيل. تنقلنا كثير ذكريات خالدة ما بين الفنون اللي بشكل دائما الويدان، وتفتح كثير جدا من النوافذ والقضايا المجتمعية وتحلها كمان. الأدب النبوي يهذب النفس ويرتقي بها إلى مصاف الجمال، خاصة يعني عندما نتذكر في كل مرة ذكرى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وننشد أجمل المدائح والإنشاد. ريقه سكر مكرر، قوله أحلى المقال، المباسم سكرية والثنايا لؤلؤية، هيجة فكري وبال. نرتحل عبر ظلال الأصيل إلى الزميلة ذكريات، قد عرفنا بجمال المكان والإنشاد من خلال المحطة الجاية. مشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله. حلقة استثنائية عن المديح ومدح المصطفى صلى الله عليه وسلم مع أسرة المادح جعفر محمد دهب. مرحبا به هو وأسرته وزوجته وأولاده، هم برضو ماشيين في نفس الطريق بتاع المديح. مرحبا بكم، ونحن اليوم في ضيافتكم وفي بيتكم هنتعرف عليكم. مرحبا. يا المحبوب يا برغي ونار الشوق شديدة علي، شوق شديد علي يا المحبوب يا برغية، حب للمساهر بي يا حب للمساهر بي، صالق ليبي بالحنية يا المحبوب يا برغية، دار الشوق شديد علي يا المحبوب يا برغية، يجود بنظرة ألطف بي يجود بنظرة ألطف برغي يا باب الروضة أفتح لي، يا باب الروضة أفتح لي، باب الروضة أفتح لي ومن محبوبي ألقى تحية يا المحبوب برغي، يا نار الشوق شديد علي يا المحبوب برغي، يا نار الشوق شديد علي يا المحبوب برغي، يا فاطمة به وتلقى معي، يا فاطمة به وتلقى معي، يا فاطمة به برغي، يا نار الشوق شديد علي يا المحبوب يا برغي، يا وصليت بالصلاة الأنسي، يا صليت بس أنسي، يا صليت بالصلاة الأنسي، صليت بالصلاة الأنسي، صليت بالصلاة الأنسي، وقصدي حضرة القدسية يا المحبوب برغي، يا نار الشوق شديد علي يا المحبوب برغي، يا وصليت الألفي، صليت بالصلاة الألفي، يا صليت بالصلاة، صليت بالصلاة الألفي، يا حضرة النبوية يا المحبوب برغي، يا وصليت بالصلاة الألفي، يا صليت بالصلاة، صليت بالصلاة الألفي، يا حضرة النبوية يا المحبوب يا برغي، نار الشوق شديدة علي يا المحبوب برغي، وانتوا اسره ماتحة حتى الابناء ما شاء الله. حدثنا عن تجربتك عن المديح والبدايات كانت كيف؟ والله حقيقه يعني احنا نشاتنا يعني من منذ الصغر ونشانا وحياتنا كلها يعني احنا منذ ان كنا طلاب يعني في الاساس وفي المتوسط وفي الثانوي، فكنا اهل محبه ودائما يعني بنتحرى مجالس الذكر ومجالس العلم والزوايا، والحمد لله احنا طلاب، فالحمد لله ربنا يعني من علينا انه اخذنا الورد التجاني
رضي الله عن السيد أحمد التياني. ونحن حقيقة والله يعني زي ما ذكرت بنتنا، نحن من البداية يعني نشأنا على المحبة وحب الحبيب المصطفى، ودوما يعني نحاول أنه نكتب يعني، ولكن لا نستطيع لأنه الحبيب والممدوح قدره عظيم يعني، وبس نسأل الله سبحانه وتعالى أنه ربنا يلهمنا يعني دائما. لكن برضو يعني الأستاذة فاطمة الفكي يعني ربنا من عليها بأنها يعني كتبت يعني في المدايح، والحمد لله روت أكثر من 10 تقريبا أو 11 متحة ولحنتها، والحمد لله يعني زي ما قبل شوية مدحت المحبوبة برغية. المديح والطريق للمديح واختيار القصائد بيختلف من مادح لآخر، اختيارك عن اختيار القصائد المعينة اللي انت ممكن تمدح بها، او يعني اختيارك لمفردات معينة. يعني احنا اصلا كنا مركزين على الديوان، بنمنح الديوان الشيخ ابراهيم الياس الكولغي، هو طبعا الدواوين الستة المعروفة، ونحن يمكن اوائل الناس اللي بدينا في المديح، وحمامة وادي الدو ويلك ويحكي مالكي فقد هيك لي تذكار الى العواتق، فدي يمكن مدحتها اختنا فاطمه في راديو الكوثر في تقريبا 2006. فكانت يعني ما شاء الله، حتى انه ناس اذاعه الكوثر جاتوا الاتصالات واتصلوا بهم الاحباب من تشاد ومن مناطق ومن نيجيريا وكذا، ويعني تكلموا عن الصوت وعن الدواوين كونه يسمعوها في الاذاعه الكوثر وكذا، وكانت حاجه جميله جدا يعني. لا إله إلا الله، 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 أبى القلب إلا ليكون مطيع حليفا غرام النبي مهيما. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أبيت بليل الدم سهرنا منشدا لذكري غطى بابدا ومختما. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أسجل فيه الأرغليل وجيرتي نيام وجفنك المذار مغرما. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أنظم در اللفظ في ذكر وصفي وأحسن بوصف البدر در منظمة. لا إله إلا الله، لا إله محمد ومفتاح الفتوحات سيدي وخاتم كالرسل خاتما معظما. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد مفتاح الفتوحات سيدي وخاتم كالرسل خاتما معظما. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بهنال كل الأنبياء منا لهم به ذينات الحضرات واقر وعظيمة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، من المولى وآدم لم يكن ويبغى حصولا دائما ومعظما. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فنشأته كنزية الحق وحده لذاك أتانا غاسما ومغسما. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، جميع الرسل آي محمد وإليه كل شأن معمما. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، مواهب رب العرش طه محمد نحمده وهو الرحيم فأكرما. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بشير نذير مقسط وهو غاسم جواد كريم بسيط الكف منعما.
منه غد صرت جيلة ما لا إله إلا الله لا إله إلا الله فمر ما دركي في اشتياغي نبي فغادر ما أمر مستحال محرم لا إله إلا الله لا إله فمر ما مسك البدرية ومن بأصبع بالنسبة الفرق يعني عايزين نشوف الفرق ما بين القصائد اللي هي الإنشاد والمديح الفرق شنو؟ والله أنا بفتكر يعني أنه يعني الإنشاد هو دائما يعني بكل إنسان الإنسان بيقوله يعني لوحده أو شغل كده بتاع تفرد وبيظهر فوقه إبداعاته كده وبرضه بيعتمد على الموهبة وعلى النفس الطويل والصوت وكده. لكن أما بالنسبة للمديح فممكن تمدح لوحدك وفي الغالب بنمدح في ثنائية أو مجموعة فما في فرق كبير بس أنه يعني الإنشاد دائما بيعتمد على قوة الصوت والنفس الطويل والإنسان بيحاول بيبدع فيه يعني بمقدراته الصوتية وكده. أما المديح فلأنه النبي يشيل والصلاة الناس بتشيله بيكون فيه راحة يعني أكثر من الإنشاد هذا.
متواصلين معكم في حضرة المديح من منزل الأستاذ والمادح محمد جعفر ذهب، ومعنا السيدة فاطمة الفكي، هي أيضا مادحة وزوجة المادح محمد ذهب. مرحب بك ومساء الخير عليك. حدثينا عن تجربتك عن الكتابة للمديح، وعندك عدد من القصائد اللي انت فتحتي بها وهي موجودة الآن في الساحة بتاعة المديح. يعني حدثينا عن تجربتك للكتابة للمديح. نعم والله، يعني أنا بداياتي بدري طبعا في المديح. المهم بتيجي هي زي خواطر كده، بيجينا خاطر مثلا كده في المديح. أنا طبعا زول محبة شديد، يعني مما الله خلقني كده قدر أولادي ذيل وأصغر محبة يعني شديد. والمهم يعني بتجيني مرات نفحات كده بكتب قصيدة يعني، وما بلقى فيها صعوبة الحمد لله رب العالمين. ويعني بتجي ملحنة، بتجي بيه لحنة كده القصيدة. يعني إيقاعات المديح هي بتختلف، يعني أنتوا حصل جربتوا إيقاعات غير الطار؟ يعني في إيقاعات كثيرة للمديح، يعني إيقاع جربتوه أو أنتوا شغالين بهاتوا إيقاع حاليا؟ والله بإيقاعات كثيرة، بالطار اشتغلت وبالأورغن برضو اشتغلنا كثير الحمد لله. والغازة يعني أنا برضو يعني عندي إنشاد بلغي القصيدة، يعني زي إنشاد. المديح بيحتاج لوقت طويل عشان انك تكتب وانه تختار الايقاع المناسب وانه تقدمه. بتقدر توفقي كيف ما بين البيت والاولاد وما بين انك انت تكون يعني فاضي انه تكتبي وتعمل ايقاع وتنشر على القصائد اللي هي موجوده حاليا؟ والله الحمد لله، يعني بالمحبه الحاجات دي كلها بسرعه كده بتبقى. يعني البيت الحمد لله الاولاد كويسين شاطرين، يعني هم ذاتهم محبين شديد يعني الحمد لله رب العالمين، يعني موفقة والله الحمد لله. سألك الفضل من الله، الله يكرمك يا رب. الحمد لله، وإن شاء الله ربنا يوفقكم ويكون أولادكم برضو ماشيين في نفس الطريق. كله عشان محمد، كله عشان محمد، يلا الله جلاله المعدوم مثاله، جل الله جلاله المعدوم مثاله، هذا المفرد بحاله جاب صور محمد. كله عشان محمد، أبثني بالمطيه بالنور مغير، بسني بالمطيه بالنور مغير، اكم بمس طيب ذو الاعطار محمد. كله عشان محمد، يا مضيع الكناني الكون في اغاني، يا مضيع الكناني الكون في اغاني، وبه لقي الضماني الشفاع محمد. كله عشان محمد، كله عشان محمد، الله علشانه كم عشانه، الله علشانه كم عشانه، مبتورات لشانه كرم لمحمد. كله عشان محمد، ذو العنغ اللي باهي البين أبي باهي، ذو العنغ اللي باهي البين أبي باهي، ذو الأمر وناهي محبوبي محمد. كله عشان محمد، ذو العين الكحيلة والأنف الصغير، ذو العين الكحيلة والأنف الصغير، أشوف خد الأسيلة هذا جمال محمد. كله عشان محمد، هالي جزيع اللي حنا بالشوق قال وأنا، هالي جزيع اللي حنا بالشوق قال وأنا، قد الشجر التحنى شوغ اللي محمد. كله عشان محمد، كله عشان كله
الغمار اللي خر والجبال استغر أتى الغمار اللي خر والجبال استغر أتى الضرع اللي ذر عشان خاطر محمد كله عشان كله عشان محمد أتى النسام نفحني يا غد حان ضعني النسام نفح أغد حان صحاني ودفعني للمحبوب محمد كله عشان كله أهلا جديد مشاهدينا. ظلينا مع زميلة ذكريات في سيرة الحبيبة المصطفى عليها أفضل الصلاة وأتم التسليم. دي نافذة مضيئة من ظلال الأصيل في كل مرة نحاول نوازن ما بين الاستوديو وخارج الاستوديو حتى أنه نبرز كثير من الجوانب الجميلة. يعني جميل أنه الأسر تجتمع وتتلف حول محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وتورث كمان لأبنائهم.